معلوم أن هذه الجلسة مكونة من موضوعين اثنين. الموضوع الأول هو إضاءات على مفاهيم قرآنية ضرورية لبناء الأسرة، وأما الموضوع الثاني فهو حول الحوار بين الآباء والأبناء في القرآن الكريم. والمتحدثة الأولى الدكتورة فاطمة السعدي، أحيل إليها اللاقط الآن لتبدأ بالتعريف بنفسها ومن ثم تدخل في الموضوع، وسيكون في نهاية الحديث إما منفردا وإما مشتركا 10 دقائق موزعة بين الأختين، وإن ضاق بنا الوقت خاصة وأن صلاة المغرب موجودة فقد يحصل تعديل بسيط على البرنامج. فاطمة فضل السعدي، دكتوراه في اللغة العربية، تخصص بلاغة وإعجاز القرآن الكريم، خريجة الجامعة الأردنية، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. عملت ما ينيف على 30 عاما مدرسة في جامعة الأونروا، كلية العلوم التربوية، ثم تقاعدت لخدمة الدين والدعوة إن شاء الله. لي من المؤلفات عدد يتعلق بإعجاز القرآن واللغة العربية، منها تعاقب الذكر والحذف في القرآن الكريم، واللغة العربية بين المنهج والتطبيق، واللغة العربية دراسات تطبيقية، وفن الكتابة والتعبير. شكرا لكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله هذا الحفل الكريم، وبارك في هذه الهمم والجهود التي قامت على الإعداد والتنفيذ حتى أصبح هذا اليوم العلمي يوما مشهودا وواقعا ملموسا تعرض من خلاله قضايا ومقومات الأسرة المسلمة في ضوء المنظور القرآني. ويطيب لي ويسعدني أن أشارك في جزء بسيط لكنه أساسي من هذا الطرح، وهو جزء يلقي إضاءة على مفاهيم قرآنية تناولت بناء الأسرة المسلمة من حيث التسمية والمكونات والمكان الذي يجمعها وآدابها ومقومات وجودها والدور المرجو من كل فرد من أفرادها. أقول أعرض لبعض هذه المفاهيم ودلالاتها القرآنية كما وردت في القرآن الكريم، وأوضحها من خلال كتب التفسير ومعاجم الموضوعات القرآنية ومعاجم الألفاظ. أطرحها لتكون أساساً لما يتناوله الإخوة والأخوات والأساتذة الأفاضل من موضوعات متفرعة متنوعة وتعليقات أو تعقيب. أرجو أن يكون فيما أعرض النفع والمتعة والذوق اللغوي. بما أن اليوم العلمي بعنوان الأسرة من منظور قرآني، فقد وجدت لزاما أن أعرض لمفهوم الأسرة أولا من القرآن الكريم. حاولت الوصول إلى لفظ الأسرة في القرآن الكريم فلم أجده إلا من خلال الجذر الثلاثي أسر أو أسر، وورد في معاجم الألفاظ الأسر بمعنى الشد والقيد، ومنها سمي الأسير حتى ولو يكن مقيدا أو مسدودا. ومن خلال هذا الجذر نستطيع أن نقول أسرة الرجل من يرتبط بهم ويتقوى ويتقيد ويستد بهم، وقد ورد في القرآن الكريم وشددنا أسرهم. ولعل لفظ الأهل قد ورد في القرآن الكريم في مواضع عديدة ولدلالات متعددة تجعلها ذات
صلة بمفهوم الأسرة. قال سبحانه وتعالى: إذ قال موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا. والمعلوم هنا أن موسى قد وجه الطلب إلى زوجه فقط، كما أن الابن يطلق عليه الأهل أو واحدا من الأهل. قال نوح عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن ابني من أهلي. وقال تعالى بالرد عليه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كما ورد في القرآن الكريم أهل البيت، ويقصد بهذا القول أهل بيت النبي في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقد ورد لفظ الأهل مجموعا ملحقا بجمع المذكر السالم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد ورد في معجم مفردات القرآن الكريم: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما. وأشار إلى أن الأهل في الأصل يجمعهم مسكن واحد، وبهذا التفسير يكون لفظ الأهل أوسع دلالة من مفهوم الأسرة أو لفظ الأسرة. والجدير بالذكر أنه لا يكون المكان عامرا إلا بأهله، فيقال مكان مأهول، كما يطلق على من تزوج وكون أسرة تأهل. عناصر ومكونات الأسرة كما وردت في القرآن الكريم: من الجدير بالذكر أن عنصري تكوين الأسرة هما الزوجان. والطريف في اللغة وفي القرآن الكريم أيضا أن كلا من العنصرين يسمى زوجا. قال تعالى: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. فالزوج المذكر يسمى زوجا، والمرأة أيضا الزوجة التي نتعرف عليها اليوم بالتاء المربوطة زوجة، هي أيضا زوج، والاثنان زوجان. وورد في معاجم اللغة: الزوجة بالتاء المربوطة لهجة رديئة، لهجة رديئة. ويجمع الزوج مذكرا أزواج، والزوج مؤنثا زوجات. أما المكان الذي يجمع الزوجين والأهل أو الأسرة فقد ورد في القرآن الكريم بألفاظ عدة، منها المنزل، المسكن، البيت، الغرفة. ولعل ما يليق في الأسرة المسلمة أن يكون المكان الذي يجمعها المسكن أو السكن. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. فمن دلالة المسكن السكون والهدوء والطمأنينة والثبات. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالمسكن لا يكون مسكنا إلا إذا خيم عليه الهدوء والسكينة. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، أي يكون فيه السكون والاطمئنان والأمن والأمان، وزوال كل ما يسبب القلق أو الرعب. فهل كل أماكن تواجد الأسرة يصلح أن يسمى مسكنا في هذه الأيام أو سكنا؟ الجدير بالذكر أن مفهوم السكنى بالألف المقصورة هو أن ننزل في دار ونقيم فيها بغير أجرة، السكنى. وللتأمل انظر في قول إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أتركها لتأملكم. أما المنزل فلا دلالة عليه إلا للمكان، فهو المكان الذي ينزل فيه النزيل بغض النظر عن علاقته الحميمة أو الساكنة في غيره ممن ينزل بهذا المنزل.
هو ينزل بإرادته وبنفسه، فإذا أنزل أي أنزله غيره فلا يسمى منزلا وإنما يسمى منزلا. قال تعالى: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقد ورد في القرآن الكريم نزل، والنزل في قوله تعالى نزلا من غفور رحيم يفهم من النزل ما يعد ويجهز للنازل من الزاد ووسائل الراحة. قال تعالى: فلهم جنات المأوى نزلا، وقال نزلا من عند الله، فالجنة نزل لأنها دار جزاء ولا عمل، والدنيا دار عمل ولا جزاء، فلا تسمى دار الدنيا أبدا نزلا. أما البيت فأصله ما يأوي الإنسان بالليل، الأصل هكذا، الأصل ما يأوي الإنسان بالليل، فيقال بات أي أقام الليل. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ويستوي في البيت أن يكون من حجر أو طين أو صوف أو وبر، أما البيت العتيق فهو مكة، والمساجد أيضا هي بيوت الله. وقد طلبت امرأة فرعون من ربها ترجوه قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وقد خطر في بالي ذلك السؤال: لما لم تقل رب لي ابن لي عندك قصرا في الجنة؟ السؤال لكم. وقد يكنى عن أهل البيت بالبيت دون ذكر أهله. والطريف أن زوجة فرعون لم تطلب قصرا في الجنة، بل اكتفت بمبيت لها يكرم الله سبحانه وتعالى أمرها فيه، فلا يهمها أن يكون قصرا، بل يكفيها بيتا، بيت عفوا. أما مفهوم الغرفة فيختلف عن دلالة الغرفة في أيامنا الحالية، فهو العلية من البناء. الغرفة هو العلية من البناء، وتسمى منازل الجنة، وتسمى منازل الجنة غرفا. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وقال تعالى: لنبوئنهم من الجنة غرفا، وتجمع أيضا على غرفات أو غرفات. قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. فهل مفهوم الغرفة عندنا في هذه الأيام هو نفس المفهوم؟ مفهوم الخطبة، الخطبة. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة ورد في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم: لا جناح عليكم المخاطبة، يعني فيها عليكم، المقصود في عليكم المخاطبة لجميع الناس، والمراد بحكمها الرجل الذي في نفسه نية الزواج من معتدة. والتعريض ضد التصريح. أجمع العلماء على أن الكلام عن نية الزواج بالمعتدة لا يجوز أبدا، الكلام الصريح لا يجوز أبدا. والخطبة بكسر الخاء فعل الخاطب من كلام أو قصد أو استلطاف، قولا أو فعلا. والخطيب هو الخاطب، وكذلك الخطب. وأما الخطبة والخطيب الخاطب، وأما الخطبة بضم الخاء فهي الكلام الذي يقال في الزواج أو غيره، في الزواج أو غيره، في الزواج أو غيره،
أيوة، وللخطبة أول وآخر، فهل من الشرعي إذا أراد رجل في هذه الأيام خطبة فتاة أن يتعرف عليها أو يخرج معها بحجة دراسة وفهم مواقفها، أو أن تحبه ويحبها طويلا؟ تحرين. مفهوم الطفل في القرآن الكريم، قال تعالى: ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء. وقال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ورد في معجم مفردات القرآن الكريم: الطفل هو الولد ما دام ناعما. وقد يقع على الجمع أيضا، لأنه قال أن الذين لم يظهروا، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وجمعها أطفال. والمقصود بقوله ما زال ناعما أي لم تظهر عليه ملامح البلوغ كخشونة الصوت وظهور اللحية والشارب. فهل ينطبق هذا المفهوم للطفل في القرآن الكريم على مفهوم الطفل في عصرنا الذي يتجاوز 18 وقد يصل إلى 20؟ طفل، ظل طفل عندنا. أما الولد فهو المولود، يقال للواحد والجمع، وقد يجمع على أولاد، وقد يطلق على الصغير والكبير، فكل مولود ولد. قال تعالى: فإن لم يكن له ولد، وقالت: أنى يكون لي ولد. وقال ويقال الأولاد هم البنات والبنون، هم بنات وبنون، ليس الأولاد هم الذكور فقط. والوليد من قرب عهده بالولادة، الوليد من قرب عهده بالولادة، وجمعه ولدان، جمعه ولدان، يوما يجعل الولدان شيبا. أما جمع الولد فأولاد، قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. أما الفتى فقيل هو الطري من الشبان، هكذا ورد في معاجم اللغة. والفتاة الأنثى في شبابها فتاة بالتاء المربوطة، وجمع الفتى إما فتية أو فتيان، قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم. وقال: وإذ أوى الفتية إلى الكهف. إذا أصر المنسق أن أنهي فأنا أنهي، لكن يعني أذكر لكم نصف دقيقة في المرأة الحصان. المرأة الحصان هي المرأة العفيفة، وغالبا ما تطلق على المسلمة المتزوجة، وهي محصنة لأن زوجها كالحصن لها والحماية والرعاية والصون. وقد تكون المسلمة مصونة محصنة بغير زوج، فهي عفيفة مرعية محمية بدون زوج. وقد في المحصنات من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. من صفات المؤمنين، يعني من صفات الأسرة المسلمة، الإلفة بكسر الهمزة، مش الألفة الحقيقة، هي الإلفة، والرأفة والرحمة والطاعة. وأخيرا أختم بأدب الزيارة وأدب تلبية دعوة الطعام. هي بالأصل للرسول صلى الله عليه وسلم، لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها يعني شقان. الشق الأول إنه إذا دعينا لا نذهب مبكرا غير ناظرين إناه، يعني لما نروح غير ناظرين إناه. قال المفسرون في تفسيرها شيء طريف جدا: غير ناظرين إناه بمعنى لا نذهب مبكرين
حتى ننتظر أن تنهي ربة البيت أو أنا يعني أن يستوي، لا أن ينضج، لأنه في هذا مشقة. قالوا في تفسير آخر غير ناظرين، بما هذيك ناظرين منتظرين، أما غير ناظرين إناه بمعنى ناظرين، بمعنى يعني تبصوا ولا ايش بدنا نسميها، تنظروا أو تتلصصوا على الآنية التي فيها الطعام، صغيرة ولا كبيرة الله أعلم الزيادة. طيب الحمد لله رب العالمين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أرجو أن يكون فيما قلت النفع والفائدة. شكرا لحسن استماعكم، أرجو ألا أكون قد أثقلت عليكم، وإلى اللقاء. نيابة عن جميع الحضور نشكر الدكتورة فاطمة السعدي على هذا الملخص، وكنا نود أن تطيل أكثر لكن سيف الوقت داهمنا وأخذت دقيقة زائدة عن العشرين دقيقة. وحقيقة يعني أنا أؤكد على ما ورد في كلمتها بأن القرآن لم يستعمل لفظ الأسرة، لكن أتمنى على الأخت أن تضيف إلى بحثها أن الموضوع حتى يكتمل لا بد أن يدرس من القرآن والسنة معا، فكلاهما وحي من الله عز وجل، فالنظرة يعني بمجرد الرجوع للقرآن وحده لا تكون كافية. وأنا من خلال التخصص يعني أقول مفهوم الأسرة من ناحية اجتماعية فيه خلاف كبير جدا، وفيه تفصيلات في الأسرة النووية وفي الأسرة الممتدة، أي نعم، وهنالك مصطلحات مهمة جدا حقيقة يعني بتترتب على هذه الدراسة أن تضم إليها، مثل مصطلح الأبوة ومصطلح الأمومة ومصطلح البنوة والفرق بين المرأة بالتاء المربوطة والتاء المفتوحة في القرآن الكريم، بالإضافة للفرق بين النساء وبين النسوة في القرآن الكريم، بالإضافة لمصطلحات مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية مثل الإيلاء والظهار والرضاع والحضانة والقوامة إلى آخر ذلك من مفاهيم أسرية. وأنا يعني شرعت قبل فترة بتأليف معجم كبير، لكن ثبت لي بالدراسة اللي هو يعني معجم المصطلحات الاجتماعية في القرآن الكريم بده 16 عام من العمل، 16 عام من العمل بمعدل 8 ساعات في اليوم حتى ينجز، يعني هو الوقت الذي أخذه الإمام البخاري في تأليف صحيحه. لذلك نحن أمام يعني عمل كبير جدا في قضية الأسرة وما يتعلق بالأسرة، وأنا أعلنها صراحة أن الأمة الإسلامية مقصرة حقيقة في موضوع الأسرة، والأسرة يعني وصل النخر فيها إلى بيوتنا نحن، حتى نحن الملتزمين والملتزمات، ولا أدري كم النسبة فليس عندي إحصاءات، لكن من خلال عملي في الاستشارات الأسرية لا يكاد بيت حتى من بيوت الملتزمين والأدباء والمفكرين وإلى آخره يخلو من مشكلة بيتية مع ابن أو مع بنت، فهنالك مشاكل تحتاج إلى حلول. الكلمة الثانية الآن لأختنا الكريمة والأديبة أم حسان الحلو، وهي بعد هذه الجلسة أيضا لها كتاب، سيكون هنالك حفل بسيط جدا من أجل هذا الكتاب، ومعها من الآن ثلث ساعة لتعرف عن نفسها، وقد وصلني التعريف بالأخت، لكن من باب العدالة كما أتحت الفرصة للأخت الدكتورة فاطمة أن تتحدث عن نفسها بنفسها، أيضا أحيل اللاقط الآن إلى أختنا أم حسان الحلو لتتكلم معرفة بنفسها ثم معرجة على بحثها الذي تناولت فيه مجموعة من الحوارات القرآنية وخاصة بين الأنبياء وأبنائهم ونحو ذلك، وبما في ذلك قصة الحوار الذي جرى ما بين البنت الصالحة وبين أبيها الصالح، وقد ذكرت الأخت أنه شعيب، لكن لم يثبت ذلك حقيقة، فهو ليس شعيب على الراجح من أقوال المفسرين. والآن نترككم مع الأخت الكريمة أم حسان الحلو، فلتتفضل مشكورة. من الآن يبدأ الوقت ثلث ساعة حقها،
ثم بعد ذلك يبدأ النقاش، والإخوة قالوا بأن الصلاة المغرب بعد نهاية هذه الجلسة إن شاء الله، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أشكر كل من ساهم وأعد وحضر ويعني حاول أن ينجح هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر نقابة المهندسين تحديداً لأنها نبضنا الذي يشعر بنا وبمتاعبنا. أبدأ كلامي بما قاله الإخوة الكرام قبلي، أننا جميعاً مقصرون في حق الدراسات الأسرية، وأنا أدعو لأن نكثف الدراسات الأسرية الواقعية العملية، وأن نكون يعني أعلى من قضية المال، لأن المال حب الدنيا رأس كل خطيئة. معظم المؤسسات الإسلامية التي تتقدم بعنوان مسلمة يحرفها أو يجرفها قضايا المالية، فلا أدري ماذا يحدث. المهم أنا أؤكد وأقول كما قال الشاعر: لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. طالما أننا نجهل من نحن فنحن معرضون، وإلا إذا علمنا من نحن فنحن الأقوى. ديننا الأقوى والأعز والأغلى والأبهر والأجمل، وفي دراستنا لنصوصنا ترى الإعجاز المبهر في إعداد الإنسان القوي الذي يحمل الرسالة العظيمة. نبدأ بالحوارات، فإن وصف الحوار الناجح بأنه حوار مخملي فحوار الأنبياء حوار فوق مخملي مع أبنائهم، مش مخملي، فوق مخملي. حقيقة أن الحوار بين الأنبياء وأبنائهم يستخلص منه فوائد عدة لن أطيل، سأبدأ بها. أول هذه الحوارات حوار إبراهيم عليه السلام مع ابنه في اللحظة الحرجة، ساعة الذبح، ساعة التضحية، عندما قال رب الله سبحانه وتعالى: وقال إبراهيم إني ذاهب، وقال يعني إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الآيات بداية. سيدنا إبراهيم عليه السلام أصبح وحيدا بعد وحدته ومغادرته لأهله وإلفته، طلب من الله سبحانه وتعالى وهو على يقين، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، سيهديه الطريق السليم، وطلب: ربي هب لي من الصالحين. الصالحين مش أي ذرية يا إخواننا، مش أي ذرية نطلبها من الله، هذا فضل الدعاء. وأذكر الأخوات بالذات، الأخوات لما كنا حاملات يدعون لمن في بطونهن، هذا فضل الدعاء. واسأليه الصلاح، الصلاح للذرية، والصلاح يعني كما قال محمد أبو شهبة رحمه الله: من الصلاح هي مجامع الخير، كل خير معقود في الصلاح، كل خير معقود في الصلاح. فهذا هو هذا الذي طلبه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وبالتالي سنقول: كم حجب سيدنا إبراهيم أو كل من يطلب الصلاح لذريته، كم حجب من مشاكل الذرية غير الصالحة؟ الكثير. فطلب لابنه الصلاح، فقال ربنا سبحانه: فلما بلغ معه السعي. سأقف ببلغ معه السعي، السعي إلى الله سبحانه وتعالى، السعي في الدنيا. بلغ معه السعي. قال المفكرون والمربون: بلوغ السعي، بلوغ السعي هذا تعبير قرآني أنيق فريد جميل، هو ليس بلوغ فقط ولا يسعى فقط، هو بلوغ سعي. وهذا مصطلح لا نستعمله من يعني من ضمن الهجمة على الأسرة، أننا لا نعرف حتى مصطلحاتنا، إحنا بنقول مراهق، هي من 11، ما بين 11 ل 15،
ولو وضعنا الفروق بين المراهق اللي هي حطيناها هذه بدال بلوغ السعي وبلوغ السعي لوجدنا العجب العجاب. أولا كلمة سعي هي منهاج أصيل في تربيتنا، منهاج أصيل في مفاهيمنا الإسلامية. ما في كسل، ما في خمول، ما في تواكل، ما في سعي، في تفاؤل وعطاء وخوض في غمار الحياة، هذا هو السعي. فهذا لما بلغ السعي يعني أصبح ناضجا في فتوته وشبابه. بيقول الدكتور أكرم رضا إنه بلوغ السعي يعني الطلائع، يعني الفتوة، يعني القوة. وعند سيدنا إبراهيم فوق كل هذا أنه كان وحيدا الذي طلبه وتمناه، فكان طبعا غالي جدا عليه، فبلغ معه السعي مش مع غيره. صداقة الآباء والأبناء يا إخواننا، صداقة الآباء والأبناء، بلغ معه، عاضده، شاركه، سانده، فهمه، وقف معه، كان عونا له. وهكذا يجب أن يكون الآباء والأبناء. أيضا مفهوم آخر غير موجود في حياتنا، لما نفهم إحنا قرآننا ننفي المفاهيم الأخرى. المفهوم الثاني اللي هو ما اسميناه صراع الأجيال، صراع الأجيال هذا مش موجود عندنا أبدا. الأجيال عندنا متكاملة، متتامة، متعاونة، لها هدف عالي، الهدف غالي، الوصول إلى الجنة معا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني يمكن أنا ما وجدت تعبير لهذا الحوار إلا أنه حوار على شفير قبر. يعني إيش في الحل؟ إنه بده يذبحه. ما أتى، يعني ما أتى لسه الوحي، التنين قاعدين يتحاوروا قبل أن يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بلك كلمة أرى كما قال الراغب الأصفهاني، الرؤية قد تكون رؤية ملموسة، وقد تكون قلبا، وقد تكون فكرا، وقد تكون حلما. قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا إخواننا وأخواتنا الكريمات، فانظر ماذا ترى احترام عظيم لرأي الولد، لرأي الذي بلغ معه السعي، لرأي الفتى. فانظر ماذا ترى. أيضا بيقول الراغب الأصفهاني النظر، انظر عفوا، انظر هي منها أخذ الانتظار والمناظرة. انظر، فانظر ماذا ترى. بهذا الطلب فتح أمامه باب الاختيارات على مصراعيه، لم يملي عليه شيئا. انظر ماذا ترى. فهل انتظر إسماعيل عليه السلام؟ شوفوا رحمة التنين، تبادلوا إهداء المشاعر، التنين فعلا كانوا معا. نعم، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. كيف فهم إسماعيل عليه السلام؟ فهم أن الرؤيا النبي أمر إلهي، وهذه مشاركة بين الابن وأبيه، مشاركة ضرورية وهامة وجدانية. وهذا ملمح قرآني عظيم سبحان الله، أن يشارك الابن حتى لو كانت على روحه، أن يشارك الابن أبيه حتى لو كانت، بده يشاركه إيش؟ بده يقول افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وما أعطي إنسان، وما أعطي إنسان فضيلة خير من الصبر. وكان إبراهيم إسماعيل عليه السلام حقيقة صابرا، حتى جاء الفرج من عند الله ففديناه بذبح عظيم. نقول سبحان الله، طبعا قالوا في مواصفات الشخصية القوية، قالوا أن مواصفات الشخصية القوية تخطيط، وإحنا نطبق. هل نرى في سورة إسماعيل عليه السلام
صورة إسماعيل، مش سورة، صورة إسماعيل عليه السلام، هل كان شخصية قوية ولا كما كان يحلو للبعض؟ يعني أحياناً قد قالت لي إحدى الأخوات مرة، ما في إشي اسمه تربية إسلامية، في إشي اسمه المربي، المتربي يجلس بين يدي المربي كالميت بين يدي مغسله، ما في له أي إيجابية. فهل هذا الكلام صحيح؟ فنطبق صفات الشخصية القوية على سيدنا إسماعيل عليه السلام، هو كان طائعا لم نقل لا، فهل يعني بر الوالدين يسلب الفتى أو الفتاة شخصيتها؟ أجيبوني، بيزيدها قوة، حتما حتما بيزيدها قوة. فكما قال الدكتور محمد بن فهد الثويني، بيقول صفات الشخصية القوية احنا بنقولها ونشوف هل هي تنطبق على سيدنا إسماعيل أم لا. خطط، يستطيع أن يخطط، خطط سيدنا إسماعيل أم لم يخطط؟ رسم لنفسه، لا مش ملحق، رسم لنفسه أن يكون من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، خطة طويلة الأمد. قادرة، قادرة الشخص، الصفة الثانية شخصية قادرة على اتخاذ القرار، اتخذ القرار وبشجاعة وبجرأة، نعم. تتقن فن الحوار، أتقن فن الحوار، في منتهى الذوق والأدب، يا أبت افعل ما تؤمر. نعم نعم يا أبتي، نداء قدم اسم عبارة يا أبتي. الشخصية القوية تتحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية سيدنا إبراهيم إسماعيل عليه السلام، نعم تحملها حتما لأنه وضع رأسه، يعني استسلم. كان عليه السلام رجل موقف بامتياز حين استسلم لأمر الله وتهيأ للذبح. وأخيرا، فإن الشخصية القوية تتفاعل مع الواقع، وإسماعيل عليه السلام فهم واقعه وأدرك موقعه وتفاعل مع الحدث بإيجابية بالغة، تعلمنا منها الكثير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. سبحان الله، سأنتقل إلى كمان حوار آخر بين الأب وابنه، اثنين صالحين أيضا من نفس المشكاة، اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف عليه السلام. هناك كان يعني فتى، من يعني قلنا في فتوة، سن الفتوة، بس سيدنا يوسف عليه السلام كان صبيا، وحقيقة أنا ما وقفت على عمره تحديدا، ولكن استرشدت بالآية الكريمة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، إذن كان في عمر له قبل أن يجري عليه القلم. فسبحان الله، بداية اللقطة الأولى أنه سيدنا يعقوب عليه السلام، أيضا هذا الرجل الكبير المسن عليه السلام، يستمع للفتى، مش بذكر واقع، بذكر حلم. وكم نحتاج لأن يصغي الكبار إلى الصغار، هذا الإصغاء ينمي فيهم الشخصية القوية والعناية العظيمة، ويعني النمو السليم، النمو السليم اللي بنمو فيه بيواجهوا فيه الحياة. وأيضا في ملمح آخر يا أخوانا الكرام، لما استمع سيدنا يعقوب عليه السلام لابنه إسماعيل، لابنه يوسف، كانوا منفردين في الجلسة، الإخوة مش معاهم، بقية الأسرة مش معاهم، وهذه نظرة أخرى على الآباء أن يجالسوا الصغار، حتى لو ولو يعني عفوا، أن يرصدوا وقتا خاصا ومكانا خاصا للصغار، ولو جلسة أسبوعية لكل واحد، حتى إذا كانوا الأبناء كتار يصح للولد جلسة مع أمه ومع أبيه، هذه تبني فيه شيئا عظيما. أيضا سبحان الله، سيدنا يعقوب عليه السلام استمع بإصغاء كامل ووعي تام لما قال الفتى، ورأى أيضا المستقبل من خلال هذه الرؤيا. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبحان الله،
هو يعني لما رد عليه سيدنا يعقوب عليه السلام، لما رد على ابنه قال له يكيد لك كيدا لا لشر متأصل فيهم يخشاه. الأب حذره من إخوانه مش لشر متأصل فيهم يخشاه، ما هم بالآخر برضه هم صالحين، ولكن بل لطبع بشري يتحاشاه اللي هو استماع لوسوسة الشياطين. والمتأمل لسورة يوسف عليه السلام يرى أن هذا الكيد أتى بخير كثير، وحتى السورة كلها سبحان الله هي محن محن يتبعها منح منح، فيها محنة تنفرج فتأتي محنة أخرى تنفرج فتأتي محنة أخرى فتنفرج سبحان الله. ولو لم يكيدوا لما كانت القصة، فكان في الكيد خير كثير. فعندما هذا المهم قال له ثلاث بشارات: يجتبيك ربك ويعلمك ويتم نعمته عليك. ثلاث بشارات، فخلاه إنسان حتى لو كانت هذه الرؤية على المدى البعيد يمكن تكون شيء مرعب أو مخيف أو مقلق أو إلى آخره، ففرش أمامه إيجابيات كثيرة جدا لما حكى له. هلا الشيء الهام جدا إنه وكأنه لما قال له كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها بقية الآيات على أبويك من قبل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكأنه كتب له سطورا في هويته وسطرها على قلبه وتركها لقراءة الأيام أنه من أنت، أو كما لو أنه منحه كنز معلومات بقي في ذلكه في ذاكرته متلألئا لينفق فيه على قابل الأزمات. وهذا ما يجب أن نعلمه لصغارنا من فهم لدورهم ومعرفة لهويتهم، خاصة يا جماعة الناس اللي بيهاجروا، الناس اللي بيهاجروا بيعرفوش عن حالهم ولا عن أبن الجيل الأول بيكون يعرف شوي عن الإسلام، الجيل الثاني بيعرف شيء. وكذلك اكتسب مرجعية فكرية صاحبته في كل مراحل حياته وجعلته يتمتع بما نسميه الذكاء العاطفي، بما يسمى الآن هلأ هون تقابلنا إحنا والمصطلح الذكاء العاطفي الذي يجعل الشخص يتمتع بقدرات خمس كما يقول الدكتور وليد فتاحي. فهذه القدرات الخمس، خلينا برضو آخر إشي قدرة الشخص، إحنا راح نسأل ونقول ونشوف يعني كما طبقنا على سيدنا إسماعيل عليه السلام يوسف، قدرة الشخص على معرفة مشاعره الخاصة، هاي قدرات الإنسان اللي يعرفوها ليتمتع بذكاء عاطفي عالي. قدرة الشخص على معرفة مشاعره الخاصة، هل كان يعرف يوسف عليه السلام بعدما غادر مصر وغادر أهله؟ لاحظوا يا أخوانا فارق بين المهاجر الذي ينسى نفسه وأهله وبين سيدنا يوسف عليه السلام يعيش في ديار بعيدة وعقله لم يغادر أرضه ولا فكره ولا مبدأه ولا قضيته، فهو نبي ابن أنبياء كما قلنا يعيش الهوية على معرفة يستطيع معرفة مشاعره الخاصة. وعلى سبيل المثال لما قال ملك مصر شو قال له؟ اجعلني على خزان الأرض إني حفيظ عليم، يعلم نفسه جيدا. اثنين، قدرة على السيطرة على مشاعره، كان سيدنا يوسف عليه السلام قادر على السيطرة على مشاعره؟ طبعا. فأسرها يوسف في نفسه عند إخوانه، قديش كتم الغيظ. ثلاثة، القدرة على حبس النفس على العمل، استطاع أن يحبس نفسه على العمل؟ طبعا، 7 سنوات بالسجن وهو نبي يعني الحمد لله رب العالمين. القدرة على فهم الآخرين والقدرة على تكوين علاقات، وهكذا يجب أن نربي أبناءنا. وهنا الإعجاز، من أراد أن يعيش الإعجاز فليتعلم من الكتاب المعجز. أقول آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بس بدي أقول لكم إشي، سنمضي، سأختم بأقول سنمضي قريبا بأمر القدر ونغدر فاتا ويبقى الأثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موضوع الحوار يا أخواننا، الحوار مهم حقيقة، لكنه ليس هو الوسيلة الوحيدة لحل الإشكالات والمشكلات. الحوار قد يخفف هذه الإشكالات، قد يساهم في الحل، لكن هنالك وسائل أخرى للحل غير الحوار. والحوار أنواع، منه البناء ومنه غير البناء. وبنفس الوقت يا أخواننا، حتى ما نكون منظرين، ما توجد أسرة، نادر جدا أن نوصل لمرحلة اسمها الأسرة المثالية. فالقرآن الكريم ذكر لنا حتى في أسر أنبياء ورسل توجد مشكلات بين الأبناء وبين الأمهات والزوجات إلى آخره. فما في أسرة مثالية أكثر من أسرة يعقوب، فهو نبي، ابن نبي ابن نبي عليه الصلاة والسلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وابن يوسف عليه السلام، والأسباط الباقين هؤلاء أنبياء، ورغم ذلك الغيرة قادتهم إلى ما قادتهم إليه. لذلك نحن في الأرض كبشر لابد أن يكون هنالك مشكلات في داخل الأسرة، واللي بيتوقع أنه تكون الأسرة من غير مشكلات هو حقيقة يعني في عنده وهم. وظيفتنا نحن من خلال حسن الاختيار للزوجة وللزوج، وظيفتنا أن نعمل وقاية حتى لا يصل الأبناء إلى مشكلات. لذلك قناعتي الشخصية لا توجد في الغالب أسرة مثالية، لابد من وجود مشكلات، ولكن المشكلة أن لا تحل هذه المشكلات. الحوار هو عبارة عن شبكة الأسلاك التي تربط القواعد الرئيسية في اللوحة الإلكترونية. فإذا ما كان في شبكة تصل هذه الأجزاء، القطع الصغيرة الموجودة على اللوحة الإلكترونية لا يكون لها قيمة. الأسرة التي ليس فيها حوار حقيقة هي عبارة عن أسرة خارج التغطية. واللطف كبير جدا في كلمة سيدنا إسماعيل لما قال يا أبتي يا أبتي، هذه لحالها الكلمة ربما تحتاج إلى محاضرة في الفصاحة والبلاغة. أهل الرجل هم ما يربطهم فيه أو يربطه بهم علاقة نسب أو دين، علاقة نسب أو دين. فابنه في النسب، ابن نوح في النسب ابنه، فمن هنا قال لله سبحانه وتعالى، يعني خاطب الله راجيا، قال له أنقذه فإنه إيش؟ من أهلي. فرد عليه سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك. طب كيف مش من أهلك؟ علاقة الدين بينك وبينه مقطوعة، ومن هنا أصبح ليس من أهلك. وقال وإنه عمل، يعني ونسب للعمل. وفي ناس والعياذ بالله شككوا في نسب هذا الابن، وقالوا إنه يعني ليس ابنه على الحقيقة، وهذا يعني خطأ كبير. في قراءة أخرى إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، إذ إنه ليس من أهلي، لأن عمله الذي كان يعمله ليس مسابقا للدين أو من الدين، فهو ليس ابنك في الدين. لما قالت رب ابني لي عندك بيتا، قدمت عندك، وهذا عندنا في المصطلح العامي بنقول الجار قبل الدار. فهي مش هاميتها قضية القصور والبيوت، هي المهمة جيرة الرب العالمين سبحانه وتعالى، لأنها تريد الخلاص من هذا العذاب الموجود فيه، فقدمت هذه الرابطة العقائدية، لأنه بيت عند ربنا سبحانه وتعالى مهما كان سيكون أعظم من أي قصر من قصور الدنيا، ويتحقق لها فيها المبيت الذي حرمت منه بسبب التعذيب الذي تعرضت له، حيث شدت يداها وشدت رجلاها إلى أن ماتت رحمها الله سبحانه وتعالى. بقي دقائق بسيطة جدا، وأنا باسمكم جميعا أرحب بفضيلة القاضي الشرعي الدكتور سامر مازن القبج الذي دخل إلى التو للقاعة، وستستمعون إليه بعد قليل إن شاء الله في الجلسة الثانية.